السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شارك رياض مزور وزير الصناعة والتجارة اليوم الجمعة بعين عودة في حفل إطلاق تسويق أولى سيارة نيو المغربية الذي نظمته شركة نيو موتورز والسيد بالخياط الرئيس المدير العام والمؤسس للشركة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في قطاع السيارات والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويأتي تنفيذ هذا المشروع الوطني في إطار التعليمات الملكية السامية بتوجيه القطاع الخاص نحو الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في القطاعات الحيوية وتحفيز ظهور جيل جديد من الشركات المغربية، بهذه المناسبة تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة شركة نيو موتورز والمكتب الوطني للتكوين المهني من أجل دعم تطور وتعزيز مهارات الشركة من خلال إعداد وتدريب موارد بشرية مؤهلة بما يتماشى مع احتياجات الشركة. ووقعت شركة نيو موتورز اتفاقات مع كل من القرض الفلاحي للمغرب وشركة تأمين الوفاء وشركة صفاك بهدف تقديم شروط تفضيلية لرواد الأعمال الشباب الذين سيقتنون سيارات نيو، كما أشرف الوزير بمعية بالخياط خلال هذا الحفل على إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مصنع نيو موتورز بعين عودة لمواكبة الطموحات الجديدة التي تهدف من خلالها الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير مجموعات جديدة من السيارات.